فيك رب العالمين، احنا ما نجي نضرب على بيت باي، وراه ربي مسخرنا راجل يا جماعه. الناس اللي دخلت البارح للوحده مش قال قداه جماعه دخلت، راهم في 20 جماعه ولا 30 جماعه ما داروا والو جماعه، صفر مقابل صفر حتى هي. ما نحن وش نحوسوا درك الحاج لوكيري اللي ربي يطول لنا في عمره والبركه تاع البلاد، وربي ان شاء الله يخليه لنا. هو بي ما نجلدو بالك هذا الشيخ يا جماعه اللي راه الناس ما نش عارف كيف فهموها، هو يسخروا لهذه الولايه، هو اللي يدير الحل. وبالك والله يجيب القائمه، الغاء القائمه تماما، خاطر هذا رب سبحانه هو اللي يسير في الامر. مانيش انا والله تا والله الحاج لوكيري، الحاج لوكيري راه عمل الشبيبه ولا قايضاتو البلاد. والله يا جماعه قاره ربي يعلم علينا ياك، احنا النوم مش يجينا يا جماعه اللي راه يدير لنا في الفتنه ويبعث في الشبيبه للامن يقول لهم روحوا صارعوا من على البليس. يتقي الله في نفسه، يتقي الله في نفسه يا جماعه، ما دير الناس الفتنه بالشبيبه تقول لهم روحوا صارعوا. يا جماعه وخرونا كل جهه مالا يا خويا، حنايا المطلب تاعنا اسمعوا خوتكم في العاصمه، في العاصمه راه موقوف عماكم يا جماعه، راه موقوف عماكم، راه قايضهم الحال. يجي واحد من عارف منين جا يجي يلطخ الوضع، هنعلو بليس يا جماعه. الناس راها في الميدان عندها 9 ايام، لا كنت تروح لخدمتك وعندك الفان ترافاي تاعك وعندك الزوجه تاعك تريح معها في دارك، راه كاين هنا اللي راه يبات في الجليد وراه في الزمان عليه، ما بيه لا دار لا والو. افيرني فيه، احنا هاد الناس اللي جابهم لنا ياك، هما تعداو على املاك الدوله وحطوا القصدير وزادت الدوله اعطاتهم الديار تاع الفقراء تاع القوى. كيف هذا ظلم ولا مش ظلم يا جماعه؟ ظلم. مالا احنا ما نروحوش بعيد، هذه الناس معليش لا تجيري بالخير عليها بدراهمها، احنا كيف فضل اللعب علينا، احنا كاع ندو دويلات وكاع ندو خدماتنا. تساهم ثاني من حقنا يا جماعه باش ندوه، راها هذه 90% ماهيش تاع الاقوات كاع، خاطي البلاد كاع يا جماعه. هذه الناس اللي راها في الاداره، احنا رانا مقطوعين الله قال رانا بعاد. هذه الناس اللي راها في الاداره اللي عندهم عين كبيره علينا احنا، يعرفوا الناس في لوبيزي يا سيدي حاسبوهم. انت الناف قال لك اللي ما عنده ناف يموت شيفه. الاقوات قواتنا وبلادنا والخير عليها. هذه الناس اللي راها في لوبيزي يعطيه باي باش يدي دار تاع 400 مليون ولا 500 مليون يخاف ربي في روحه، راه كاينه ناس تستحقها هنا. الرشوه يا جماعه، والله العظيم ربي سبحانه وتعالى ياك، اذا كنت انت تسني على هذه لا ليست، والله يا ربي قال مسخر لك ملك.